لا يوجد أحد يخلو من ضغوطات الحياة. كل من تقابله في يومك وليلتك يعاني من ضغوطات الحياة، فقيرا كان أم غنيا، مريضا كان أم صحيحا، الكل يعاني. فلا تظن بأنك أنت الوحيد الذي تعاني فقط، الجميع يعاني ضغوطات الحياة. فنحن نعيش على أرض أعدت للبلاء، لم يسلم منها حتى الأنبياء عليهم السلام، وهم أطهر الخلق وأفضله وأحب الخلق إلى الله تعالى. لذلك ما هو الحل إذن؟ الحل هو التوكل على الله. توكل على الله في كل أمورك، واسأله أن يعينك ويسهل أمرك دائما، وكن مطمئن القلب بعد ذلك، ونم قرير العين ما دمت مع الله تعالى. فإذا كان الله معك فمن يستطيع أن يكون ضدك أو يوقف أمر كتبه الله لك؟ لذلك في هذه الحياة اجعل أعظم هم عندك هو كيف ترضي الله تعالى. فإذا أنت أرضيت الله رضاك الله في الدنيا والآخرة، لأنك أصبحت من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.